نذكروا فريد يقول مثال كيما العاده خرجنا الشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على واحد نص مثال شعبي قح ويكمل النص الاخر هو اللي دار بيديه باش يفكها لا بغيتوا تعرفوا باش يفكها خليكم معنا بكل تواضع اللي دار بيديه يفكها بسنانه عمرك حزمتي شي حزمه هي وبديتي مضارب معاها بسنانك هذه الحياه الحياه كتعلمك بزاف ديال الحوايج اكثر من ديك العقده اكثر من العقده الحياه تجارب يعني ولي ما دوش في الحياه التجارب ما دوزوا يعني اللي ما عقدش شي عقده مزيانه ما كاين والو ما كاين والو ما عمرك طيحتي شي سنه ولا جوج والو سنان طاحوا شحال كلهم مركبهم دابا انا تحياتي اللي دايره بيديه فكا بسني واش عرفتي فكا بسني السنين هما غادي يفكهم ولا طاحوا لي السنان لينا ولي الله واش نقول لك لينا ولي الله يمشي يركب وحدين هذا شغلو هذاك اش كيعني هذا المثال هذا وكيعني اللي دار شي مشكل اللي حل دار شي مشكل يفكو دبر راسو دبر راسو بكل تواضع نسال الله السلامه اخو تحياتي يعني وليكم اللي دايره بيديه يفكو بسني عمرك حزمتي شي حزمه شي مره وبديتي كتحلي بها بسنانك حزمت بزاف ديال الحزمات وحزمت بزاف ديال الحزمات وحزمت اسناني بزاف ما عمرهم طاحوا لك شي سنه ولا جوج طاحوا لي سنات بعد الدرس الدراسه كيضروني بعدا كاين ديال العقل ولا ديال ايش؟ ندير العقل وما حيدتيهاش وما حيدتهاش ما عنديش الفلوس باش نحيدها ما عنديش امكانيه باش نحيدها ان شاء الله غتكون الامكانيات ان شاء الله يا ربي امين تحياتي كنتمنوا من الله يكون امكانيات امين اللي دايره بيدي يفك بسنين اشوق عمرك حزمتي شي حزمه هي وبديتي كتفك فيها بسنانك ممكن وقعت لك لقيت واحد اخر حزمه وكنفك فيها انا بسناني يعني وحزمه وانت فكيتيها طير دفران وانا فاش كنطيرت انا بسنيناتي بكل تواضع بكل تواضع كنشوفك تبارك الله وطني كنا وطنيين بلادنا كلها وطنيه الحمد لله الحمد الحمد ربي ونشكره اش كيعني هذا المثال هذا زعما شي واحد دار شي حاجه بلا ما يفكر ودات فيها بسنانك راه مصيبه طيح سنانك تمشي دير سمايل مية تخميمه وتخميمه ولا ضربه بالمقص هذاك مثال اخر وثاني تحياتي غير هما حاجه قريبا كانوا متشابهين تحياتي مبروكه اللي دار بيديه يفك بسنيه باش اش من سنه ديال العقل الناب الفم السن الطويل باش ما كان خاصو يفكو صافي اش داك تمشي زين وانت راجل مسكين قول لي ما عمرك انت عقدتي شي عقده مزيان وحيدتها بسنانك لا حليتيها لا بكل تواضع ما عمرها وقعت لك لا الحمد لله واش كيعني هذا المثال هذا؟ هو مثال قديم شعبي ديال حميد الزاهر الله يرحمه شو الغناء ديال بكري كان العز والكرامه والكلام نقي في الغناء بكل تواضع نقول لك صراحه خليني من هذو اللي طالعين دابا كنهضر لك الواقع كان الغناء اللي حشمه وكتصنت الكلمات كتصنت كلمات نقيين وغراب مفاجئين اش داك شي زين وانت راجل مسكين دابا العقده واش حليتيها بسنانك ولا ما حليتيهاش؟ غادي نحكها نحلوها نحكوها بكل واحد تحياتي